الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل إن شاء الله إخواني الصباح ما كنا قد تحدثنا عنه وبه بين المغرب والعشاء. انتهى بنا المقام مع تبويب جديد من تبويب الإمام البخاري، وهو باب حفظ العلم. نستمع لهذا التبويب وما ورد تحته من أحاديث، نستمع إلى الأحاديث كاملة لأن لها صلة ببعضها بعض. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما أكثر أبو هريرة وقف أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فعرف بيديه ثم قال: ضمه فضمنته فما نسيت شيئا بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. نعم. إذن إخواني في الله، هنا تبويب الإمام البخاري باب حفظ العلم. العلم إخواني في الله، بعدما يطلب طالب العلم العلم فإنه يبحث عن حفظه، والذي يوفق إلى حفظ العلم من كان على استقامة، ومن كان أهلا لأن يحفظ العلم، كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن تنكب عن العلم وابتعد عن طلب العلم فاعلم أن الخير فيه ضعيف. والذي يوفق إلى طلب العلم وحفظ العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي ليس فيه خير لا يطلب العلم، والذي فيه خير يطلب العلم ويحفظ العلم. ونسأل الله الثبات حتى الممات. فكم من إنسان كان معنا في مجالس مشايخنا يطلب العلم، بل كان من البارزين والمبرزين في العلم، ثم انتكس عن العلم وانتكس عن الاستقامة صارة. وبعضهم انتكس عن العلم وانشغل بالدنيا، فهذه فتن، نسأل الله الثبات حتى الممات. والعجب لا ينقطع من عبد الله القصيمي الذي كتب كتاب مشكلات الحديث، كتب كتابا يوضح أنه لا تعارض بين الأحاديث،
ثم إذا به ينتكس، بل ينتكس عن الإسلام. فإذا إخواني في الله، ادعوا الله عز وجل بالثبات حتى الممات. فإن وجدتم أنفسكم لا تحفظ العلم فاعلموا أن الخير فيكم ضعيف، وإن وجدتم أنفسكم تحفظ العلم وتبلغوه للناس فاعلموا أنكم تسيرون في طريق الخير. فإذا باب حفظ العلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحرص على أن يحفظ العلم. لما؟ ليبلغه، كما قال الله: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فثمرة طلب العلم هو تبليغه. فهذا الدرس الذي بفضل الله علينا أن نتدارس فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في عرضه نوع صعوبة على المدرس، وذلك أنه يخاطب المتقدم والمتوسط والناشئ، وهذا أصعب أنواع التدريس، أن تخاطب الجميع. فالمتقدم يستفيد، والمتوسط يستفيد، والناشئ يستفيد. فهذا توفيق من الله عز وجل لنا ولكم أن جمعنا في هذا المجلس من جهة، ومن جهة أخرى أدعوكم أن تذكروا إخوانكم الذين ضحك عليهم الشيطان فأبعدهم عن مجالس العلم، أدعوكم أن تذكروهم بأن يلزموا حلق العلم، لأنهم إن ابتعدوا فليس فيهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكان أبو هريرة رضي الله عنه عنده هذا الشعار، وهو: أني ما أحفظه لابد أن أحفظه. وكيف يحفظ العلم إخواني في الله؟ كيف يحفظ العلم؟ من أكبر أسباب حفظ العلم ماذا؟ مدارسة العلم. فكل شيء إن أعطيته ينقص إلا العلم يزيد. فأنت عندما تدرس لا تظن نفسك قد فقدت شيئا من العلم، بل قد زدته. فأنت تراجع علمك، وفي نفس الوقت تبقى مستيقظا لما تعلمت.